تدخل أو محاولة تدخل بعض، لا نقول كل البرلمان الأوروبي ولا كل أفراد من أعضاء البرلمان الأوروبي، ولكن بعضهم، هؤلاء لهم مصالح شخصية يريدون أن يلبوا رغبتهم في هذا المجال، ونحن نقول لهم هذه شنشنة نعرفها من أخزاننا. وقديما قيل في المثل العربي عادت ريما إلى عادتها القديمة، وهذا لا يقلقنا. لماذا؟ لأن كل شرفاء في العالم يعرفون أن مسار الجزائر مسار صحيح وسيقتدي بنا كثير من البلدان، في حين أن بعضهم يعانون منذ أشهر طويلة أكثر من أزمة الجزائر، ولكنهم لم يحلوا معشار مشكلة عندهم. فنقول لهؤلاء يعني اهتموا بشؤونكم الداخلية، والجزائر دولة سيادية لها قانونها ولها دستورها، ومن أجل هذا البلد استشهد ملايين الشهداء، مش مليون ونصف من الشهداء. ولذلك الجزائر خط أحمر، سيادتها خط أحمر، جيشها خط أحمر، وشعبها خط